في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناء على معلومات وتحريات ميدانية سابقة وبالتنسيق مع النيابة المحلية بمسعد، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد أمن ولاية الجلفة من توقيف شخصين في العقد الرابع من عمرهما على متن مركبة نفعية على متنها كمية من المخدرات قدر وزنها ب 32 كيلوغرام و 675 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي قدره 19900 دينار من عائدات الترويج، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة يستعملها أفراد الشبكة في الاتصال بينهم. بعد استيفاء إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المحلية بمسعد.